هاي الطحين ابيض، بودره نساء، ملها، فلفل مطحون حار، طيب فلفل ابيض وبيض واحد كامل. طيب شوف هنا ثوم، زنجبيل وبصل مفروم. طيب بصل اخضر ودجاج قطع من صغير. طيب فلفل رومي، ليمون، بصل، فلفل حار. طيب اول شيء هذا شوف فلفل رومي بس من شوف هذا جاهز. طيب هذا دجاج خالي بهيس شوي يعني نص بهذا نص من نقص. فلفل ابيض هذا ملح، هذا خضرة نشا واحدة ونص ملعقة ماشي، وهذا واحد ملعقة طحين ابيض واحد ونص. بعد نسوي هذا الخلط، نسوي ميكس كويس مية مية. شوف هذي ميكس كده. بعد نسوي هذا مقلي زيت، نسوي زيت حار.
لي هذا العلاج كويس في الأبيض. هذا الليمون طيب. هذا شوف هذا جاهز، انا ركبه نفس الحين. طيب دجاج بالفلفل. طيب هذا الصيني، ما في هندي، هذا الصيني. طيب شوف جاهز، خلي هذا شوي الفلفل، هذا بصل اخضر عشان يشغل كويس. طيب دجاج بالفلفل جاهز، هذا اكل صيني ما في هندي. طيب اقدر تسوي بيت ان شاء الله، انا اجي مره ثانيه اسوي اكل ثاني جديد. طيب.